عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم، معكم أخوكم محمد النور هارون إدريس. اليوم عندنا معلومة بسيطة عن الكونكشن اللي هو البلاج اللي بتدخله في السيارة أثناء الفحص. بعض الأحيان ما هين أنك أنت تصل المكان بطريقة سريعة، أو في بعض البلاج بيكون ما شغال كويس وبيعمل لك إزعاج أو ديسكونكشن، أو بيعمل يعني بيفصل معك أثناء أنت ما تجرب سيارتك. عندنا مثال هنا المرسيدس بنز ML، you can show the car. ML 350 2012 2013. المشكلة ما في السيارة هنا، لكن المشكلة أنت إذا عايز تعمل دايجنوستيك لازم يكون عندك جهاز زي ده. مثلا هنا مشغلين جهاز المرسيدس بنز انترفيس الأصلية، والبلوك اللي هو OBD2 للمعلومة بيجي هنا في المكان ده، طبعا بيجي وبينزل هنا لما بيجي وبينزل هنا. انت لو جيت عايز تفحص السيارة بتجي في المحل ده وبتنزله، طبعا هو موجود في ذلك في المكان هنا. انت تجي تنزل الجهاز هنا كويس، تنزله، مرات صعب جدا بتلقاه بتنزله. طيب اثناء ما انت بتعمل الفحص او شغال، اقل الرجفة او اي حاجة بيفصل معك. يعني شايف هسه هنا، شايف ده الجهاز ده شايف بيلعب، وده بيسبب خلل كبير للعربية اثناء انت تعمل دايجنوستيك او انت اثناء الفحص بيفصل معك، وخاصة في اثناء البرمجة ممكن يفصل معك كومبليتلي وتحرق الكمبيوتر اللي عندك، او ممكن تبوظ الجهاز اللي عندك ده. عملت بحث في 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 في, في الانترنت ووصلت للجهاز زي ده. الجهاز ده برضه عبارة عن ادابتر وبريك اوت، يعني بدل ما يكون كوبس واحد بيجيك اثنين كوبس تاني برا. ممكن تدخل واحد تراكنج ديفايس والتاني ممكن تبرمجه، ولكن الكويس فيه انه فيها الفلكسبيليتي اللي فيها الراحة، انك انت لما تنزل الجهاز هنا وتجي نازل خلاص هنا كويس، وده برضه بينزل معاك بكل سهولة. شايف اذا نزل معاك عندك اثنين كوبس، اذا نزلته حتى لما يكون رجفة في اي حاجة ده ما بفصل معاك. شايف انا قاعد بهزه، شايف كده انت سايق، وضمان شديد انك انت السوفت وير اللي انت بتنزل. يعني تتخيل انك انت عندك جهاز عايز تعمل له بروجرامينج داونلود سوفت وير، وفجاه انت بتعمل السوفت وير داونلود والابجريد كله من خلال الكيبل هنا، ففجاه لو ده اتهز او فصل معك هيكون انت في مشكله تاني. يعني انت بتكون اما تاني سياره ما هتدور معك، لا او خلاص حركت الكمبيوتر او ما اشتغلت كويس. ثانيا برضو مريح جدا جدا لو انت عايز تفصله وتجي راجع تاني تنزل، ما في داعي تاني تنزل هناك وترجع من تهد وتفتشه. وفي بعض الناس برضو بيركبوا جي بي اس للعربات، كل مره انت بتدخل الجي بي اس بتاعك وتنزله، لو عندك جهاز زي ده بتركب الجي بي اس بتاعك وبكون ليك برا يعني وواضح. فدي معلومه بسيطه يا جماعه ممكن تستمتعوا منه. انا بحاول بخط لكم لينك تهد اذا في زول عايز يشتري الجهاز ده، نحط لكم اللينك بتاعه وتشوفوا. لكن كويس جدا جدا للناس اللي بيشتغلوا في الدايجنوستيك والبروجرامينج، وبرضه لو داير تضيف حاجه للعربيه بتاعتك او الكيبل او جهاز ثاني للتراكنج. وشكرا جزيلا للمتابعه، وان شاء الله نتلاقى في فيديو ثاني وتفسير بسيط لهندسه وبرمجه السيارات. اخوكم محمد النور هارون ادريس، ونشوفكم في فيديو ثاني. السلام عليكم.